مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي ماي فريند، اي هوب يو دوينج ويل. هنا يا اشلي ولد ولد بنتي راح من كندا. هي كام فروم كندا اند هي لايكس هي وونتس تو تراي تو باي شيب وذ هيز داد. سو تشيز تشيز يا عم، في صوره حلوه هنا العلوش نتاعو روح بيه الخروف. This is our his like lamb or sheep. So and here after that I'm gonna show you guys how we do in the Eid. Here it's in the farm. Those people has a farm. We and نوريكم الفرق ما بين العيشة. Here the farm. أيضاً this is a farm. And the same thing. So look, هنا عندهم البير. شوف كيفاش مش بير ماجن. يعني ماء المطر. This is its rain water. Every winter they put it, they collect it and they use it for cleaning only, not for drink. But it's very clean and healthy. يعني هو يستعملوه فقط للوضوء والماء وللدوش وللغسيل، لكن ما يشربوش الماء متاعو. فهمت؟ لكن healthy على الاخر. ما شاء الله عليهم، محلها عيشتهم. هنا شوف كيفاش نفس الطريقة. The same thing in the 8th day. So after they slap the lamb, so they do what they have to do. But after that, they cut it, and then one he cut it the meat, and other one he is doing the barbecue. That's the same. هنا another واحد يزاد أيضا يسلخ هنا في الفارم أو في العزبة. يس يقطع اللحم. شوفوا هنا عندي عليكم مفاجأة، عندي لكم في look this lady she's this is Tunisian girl. هذه تونسية، بنت تونسية، وأنا نحيت الصوت متاعها لأنه كان زوجها يضحك وهي هو يعمل هو شيخ بالضحك مش عارفة. المهم لكن أنا شفت كيفاش معنا فم رجال بحذاها زادة، أنا ما صورتهمش طبعا أكيد، لكن هي شوف ما شاء الله عليها. She's doing the hard job for the guys has to be do it. She look at her. Guys has to be doing it. So هنا شوف كيفاش معناها تعمل في عمل نتاع رجال، تسلخ ذبح نفخت بعد ما تذبح. الله اعلم شكون ذبح، انا ما تفرجتش فيه من الاول، لكن هي ذبح بعد الذبيحه ونتصور هي، لكن لا استغفر الله، رجل ذبح لوحده. وبعديك هي شوف كيفاش تعمل، تنفخ يعني قدع ما شاء الله عليه، وعنده زولاد بحذاها نتاع 5 سنين 4 سنين، هم يعاونوا فيها يشدوا sometimes. يعني she's doing a very hard job and but she's doing very nice and every guys they know how it's perfect this her job she's doing. So شفتوها تصلخ، معناها رجال العرب اللي شوفوها اللي يذبحوا يعرفوها قاعده تقد في نايس جوب. يعني تعرف يعني ذبيحه بالسلخه نتاعها هي فعلا متاع 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 ناس تعرف يعني انسيانات وبلدان. تنسي لهنا في ناس برشا نساء برشا كثيرات لا تعرف كيف حتى تغسل المصارين متاع الخروف. شوفوا هي ما شاء الله عليها تسلخ وتعمل، ولدها طلبت من ولدها يعاونها يشد الساق متاع الخروف. يعني حطته صحيح انا حطته على الارض، بس الارض نظيفه. طب هذه في المدينه يعني مش في الريف. is not in the in the in the in the farm no and in the town. so هي في المدينة وتعملوا كل شيء معناها شيء بصراحة أنا استغربت وقدش معناها عزت علي المرأة هذه جدا قلت خليني نحط لها معناها من الناس تشوف كيفاش التونسية معناها المرأة هذه التونسية مش كلهم راهو مش معناها هي تعمل معناها التونسة كل يعملوا لا قلة جدا في الدول العربية أن واحد يعمل هذيك. على هذيك أنا لما شفتها حبيت نحطه. أنا نعرف في شو دانجرس هنا السكينة على ولادها إتس فيري دانجرس. السكينة كيفاش حطتها خطيرة لما بالطريقة هذيك، لكن مش مشكلة يعطيها الصحة على كل حال. شيز فيري جود بات يا بات افتر ذات لوك شي ذي هيلب هير تو بوت إت أب. سو ساعدوه لهنا مش مصورتهاش أنا، رجال معاها حطوا علقوا العلوش وبعديك كملت هي سلخة الجلد نتاع الخروف نحته وكل شيء وكملت الجوب نتاعها. فيري جود صراحه، فيري فيري نايس ليدي، شي سترونغ ما شاء الله. وي دونت دو ذات ان ليديز بات ذيس از سبيشال فور ذات اي بوت هير ذيس از سبيشال ليدي ما شاء الله. تونيزيان جيرل شي از يانغ شي هاز تو كيدز يانغ. سو هذه معناها شفناها ما شاء الله عليها. انا حطيت على خاطر بصراحه تستاهل انه نحترمها ونشوفوا الجوب نتاعها اللي عملته للاخر، بس انا ما كملتوش طبعا، بس حبيتكم
حبيت نوريكم كيفاش تسلخ العلوش وكيفاش المرأة معناها تقوم بخدمة الرجل، والراجل غاديك يتصور هكا يصور مبين اللي هو اللي قاعد يصور ولا الله أعلم كيفاش، واللي غاديك فهمت. فطبعا شيء بهتني أنا وأنا أم سو براود أوف هير بصراحة تعمل الشيء هذايا، ويعطيها الصح بصراحة ويعطيها الصحة الصحة بالكدا بالكدا بالكدا، وبرافو عليها معناها بصراحة. برشا رجال تتمنى أن تكون مرته هكاك تعمل في بلاصته هو العلوش هكاك. اوكي، وبعد نتعدوا المرحلة الاخرى. المرحله الاخرى احنا افتر دان افري جوب فور ذا لامب، سو او سام بيبل يقطعوا الميت، they have to share this hard job in eight days. سام يقصوا العلوش الخروف، سام they cut the lamp. Another one they do barbecue. Other guys they can do barbecue. Lady can cook for them like we do bread and salad and everything. So لهنا فما ناس تقطع كما كل دولة عربية، مثلا العائلات المسلمة الكل كيف كيف، ما نجمش نشرح فيها هنا خاطر بالانجليزية على ما يعرفوش. ثم شوية هنا سوا يشموا في العلوش. هنا نسيبي يفدلك قال لكم هذايا كنديان باربيكيو تونيزيان باربيكيو، يعني هذايا فريش وفريش فهمت، اتس فريش ايفرينك فريش اتس سو يامي اند تيستي اند سميل نايس اند بصراحه وي ار ايفري بادي هابي ان 8 دايز، ايفري بادي هابي الحمد لله. سو هنا تتشوي كل واحد طريقته، انا باش نوريكم الطرق اللي تاع المشوي هنا. شوف هنا كل واحد ايفري بادي هاز تو شير. This is for everybody to share this job. Yeah, ladies they clean, guys they do the lamp, cut it, everything. It's hard for them. And here my husband, here we are in Canada, but it is not test the same like they did it in my country and in the farm or in the town. It's not the same lamp test is not the same our والباربيكيو ايضا مش كيف كيف، يعني مستحيل الطعم تاع تاعنا احنا هنا في كندا مستحيل يكون كيما تاع تونس على الفحم لوك، معنا ريحته وطعمه لذيذ. هنا they did سلطه سلاد ديفرنت، هنا سلطه مشويه باربيكيو سلاد، هنا سلطه خضراء واللحم مشويه والحاجات والخبز من المحل، يعني يشرو له شو جاهز. باش نوريكم الطريقه الاخرى الناس في الفارم كيفاش يطبخوا. شوفوا هنا فريش bread they did it in the farm، يعني العزبة ما شاء الله عليهم يقوموا بكري طيبوا الخبز ليوم العيد وهكيك عيشتهم هم، يفرحوا ياسر بالناس تجيهم طيبوا الخبز فريش ديما ويذبحوا لهم الخرفان في هذا الزمان مازالوا كي يجيهم نظيف. انا مشيت لهم وشفتهم يذبحوا الخروف فرحا بك، يهل تهليلا بك اللي انت ضايف عندهم. هذوم الفارم وناس معناها يعيشوا العيشه هذه. It's very healthy food on everything life their life. هنا شوفوا وي كوك هذه ملوخيه احنا نطيبوها لي 7 ساعات، مش زي معناها الاخرى الملوخيه الخضراء 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم، هذه احنا اوفر نايت على فحمه، يعني حطوها في سلو هيت اند ذي كوك اوفر نايت اند مورنينج اتس فيري تيستي نايس 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 اتس هيلثي اتس كولد ملوخيه. هنا سلاد باربيكيو السلطه المشويه، هنا الخبزه واللحمه باربيكيو ميت باربيكيو، هنا وطاولة all we're gathering all people this everywhere town or farm or the, or anywhere with Tunis or all Arabics or Muslims. So this is the gathering on the table. هنا عصبان this is هذي عصبان we called عصبان for stomach lamp we put inside stuff it and then we cook it. It's very healthy. This one couscous with عصبان أو what called in مصري ما بعرف والله نشيتها ما شاء الله عليكم تو كنت فكرت نقولها. And this is I forgot it. And this is my food. This is my husband and me. So he cook the barbecue and I cook the rice and salad and harissa like very hot harissa and fresh fresh orange juice. We do in في تونس lemon fresh juice. It's perfect. Every عيد we do it. And it's healthy. إن شاء الله كل شيء عجبكم وفهمتوا الموضوع. Thank you so much for watching me and I hope you like it guys. سلام باي.